ده اللي انا كنت بتكلم عليه، ان هو ده الميه اللي احنا بنتكلم عليها. ويمكن ده السؤال اللي هساله هنا في الشركه. انا عارف اجابته لان انا كنت الكلام ده اتكلمت فيه في الافتتاح اللي فات. الميه اللي بتستخدم هنا، الميه اللي بتستخدم هنا مياه كميتها كبيره جدا. طب بتيجي منين يا اهاب؟ انا هقول لك وانت هتوافقني يعني، لكن قول يا اهاب. من محطات تحليه يا فندم معموله مخصوص للمجمع، كانت الطاقة بتاعت محطة تحلية المرحلة الأولى 32 ألف متر مكعب يوم، بعد كده اضافت التوسع فيها 16 ألف متر مكعب يوم، وصل إجمالي 48 ألف متر مكعب يوم للمجمعين مع بعض. يعني إحنا بنتكلم في 50 ألف متر مية تمام يوميا بنجيبه من البحر، الأحمر. أيوة. وعبر مواسير تم مداها من هناك من المحطة حتى هنا. تمام. مش كده؟ تمام. ثم كمان هنا اهو بيتعمل اعاده تدوير المياه ديت او للصرف الصناعي ده عشان يتم، ما يبقاش مؤذي للبيئه، وعشان يمكن استخدامه مره ثانيه. تمام. مش كده يا اهاب؟ تمام. انا حبيت بس اكد النقطه دي معاكم. اتفضل يا اهاب. شكرا. وطبعا برضو انا شايف كنا دايما في كل مشروع زي كده بنتكلم بنقول ان البيئه ليها فقره تقول وتطمنا على ان هي رجعت الاشتراطات البيئيه المعمول بيها. فالدكتورة ياسمين من فضلك تفضلي. شكرا فخامة الرئيس. تم المراجعة، عملنا دراسة تقييم الأثر البيئي مع الشركة، ودينا الموافقة البيئية في التوسعات كمان. في ثلاث حاجات عملناهم. ترشيد استخدام الطاقة، لما بنقلل الحرارة اللي بنستخدمها بيبقى في استهلاك أقل للطاقة. زي ما اللواء إيهاب اتكلم، بنتكلم على إعادة تدوير المياه في دايرة مغلقة، فده بيرشد استخدام المياه، وبنضمن كمان المرة الثالثة إن المياه بيتم معالجتها. حتى في الفيلم لما كان في دخان بيطلع، الدخان ده مش مخالف للمعايير البيئية، دي عملية تنفيذ للشغل ده بجانب الرصد الذاتي اللي هم عاملينه، وهيوصلوا على الشبكة القومية للجزء الصناعي في جهاز شؤون البيئة. شكرا سيادة الرئيس. شكرا.